أن يتم التعجيل بإحالة مشروع القانون حتى نختصر المسافات ونربح الوقت ويكون النقاش عنده معنى. استعجالا الأمر وليس تعطينا له، شوفوا معناتها حتى لا يذهب الظن ربما ببعضنا إلى غير محله. استعجالا للأمر وليس تعطينا له في أن يحال ذلك المشروع على هذه اللجنة، مش نعرفوا كيفاش باش نبدو النقش. أنا ما نشوفش النقش أنا في مشروع التجميل 2015. مشروع هذايا فيه العديد من النقائص، حتى حد ما ينجم ينقل شيء هذايا بما فيه جهة المبادرة. وبالتالي اليوم إذا كان عندنا أشياء باش نكونوا عندنا حرص عليها، هو أنه وقت اللي نقراو شرح الأسباب نشوفوا نص المشروع، نحسوا شرح الأسباب أوسع بكثير من محتوى الفصول الموجود، يكون فيه أدنى تضارب مع منظومة العدالة الانتقالية رغم كل الشيء اللي موجود. سيد الدكتور تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيد المعشر سيد الرئيس. مشروع القانون هذا كان موجود وضع يعني تبعث للمجلس في جويلية من السنة الفارطة، هو تقريب عام وموجود عندنا. فكل عام هذاك فما أسباب خلت وأن لجنة التشريع ما نظرتش فيه لأن عندها مشاريع أخرى مهمة. اليوم فما الموضوع هذا زاد كذلك تعرض على اجتماعات متوالية مايش رسمية، أنا رأستها شخصيا وكانت بحضور مختلف رؤساء الكتل، تبدلنا الآراء، شفنا يعني مواقف هذا وهذا، وكان الاتفاق على أن الموضوع هذا جاء وقته يلزم يعني يتحال بسرعة على اللجنة. لجنة التشريع هي مخولة لتغيير ولتحوير ولتبديل معناها أي فصل من الفصول، ولهذا اللجنة هي اليوم عندها المشروع هذايا، وعندها طبعا إمكانية المصادقة على المشروع هذايا بتغيير معناها بتغييرات والتنقيحات والإضافات اللي تراها صالحة. المشروع هذايا إذن أصبح يعني فما إجماع على أنه متأكد ويزمنا يعني ننظروا فيه، وإن شاء الله يعني اللجنة توصل إلى توافق بين مختلف الكتل وتخرج لنا يعني مشروع تكون محل وفاق ومحل دعم يعني من مختلف الكتل.